ولدت في فترة كان منتشر فيها وباء اسمه كورونا. اي والله. حتى ينعم أبناءنا وأجيالنا القادمة بالحياة الكريمة والمستقبل الزاهر بإذن الله تعالى. أصبح المجموع الكلي للحالات المسجلة في دولة الكويت 15691 حالة. احنا امام حدث استثنائي كبير. انتشار فيروس كورونا العالمي لم نشهد مثله من قبل. انتشار الفيروس بخلال شهرين انتشر واجتاح العالم اجمع. يا جماعة الخير، انا يعني استحلفكم بالله البقاء في منازلكم، وانا ادعو لكل رب اسرة وربة اسرة ان تحافظ على صحة اسرتها وصحة مجتمعها. يلا فضحتنا بعد. اليوم 3 رمضان 26 ابريل 2020 الساعة 4:30 الفجر متوجهين للمستشفى عشان نستقبل المولود الجديد. بسم الله. بما ان نبي نطلع وقت الحظر لازم نطلع طلب تصريح خروج أثناء الحظر. طلب تصريح الخروج صار جاهز. شوفوا منو هني، أنا وأيوبي. هذا أيوبي من الولادة اللي طافت. هذه ديومة الوالد. طبعا بما ان الوقت كورونا فاجراءات الدخول شوي مختلفه. يقولون لازم البس الجلفز. يلبسون الجلفز. كوب. كمان جلفز. شافوا. هذه ديومة. هذه ليام وجنى. اول مره يشوفها. شو تحسين؟ حناسة عظيمة موسي راسة خلي من بابا علي؟ بيبي علي اسمه، هذا أخوك. بيبي شنو اسمه؟ يلا الصدمة بالواقع الحين. مال منو هذا؟ أنا طلع دي مشوي شوي مو كذي مو كذي ديما مو كذي. ردني المستشفى. مدد لي اسبوع. البوسه تعبت. نبي نشوف شعره. يلا ديما بوسي ايده. بوسي ايده. ايوب بوسي ايده. سوي بوسه ايده. خله الله. بوس مني بوس مني بوس مني بوس. خله مبروك مني ومن المدرب. الله ان شاء الله يسهل. هذه مواليد الكورونا راح يكونون، وسيجعل الله بعد عسر يسرا.